زمان لما كنت انا صغير بتذكر انه كنت اروح فيها على المرجي، وكانت انه نشتري هيك، كانوا يبيعوا اواني زجاجيه يكون فيها مي وسكر، هيك كانت، وبطاطا طبعا وكاتشاب. وكبهي يعني ما كان فيها التطور اللي هلا بصير فيه هلا، يعني ما كان فيها العاب الكترونيه، كان في بس اللعبه الوحيده هي لعبه الطيارات، هاي هي بس اللعبه هي الكترونيه وبس. كانت عيادي زمان فرنك نص فرنك، هذا كانت العيدي، بعدين تطورت الشغله صارت ربع ورقه. هلا شو بدك تعطي؟ هلا 1000 ورقه ما عم تجيبي كيس ديربي فيها. 66 ليره، نص ليره، ثلاث ارباع ليره. يعطون 5 ليرات كانه معطيه 5 ملايين، صح ولا لا؟ والله فرنقي. ايام الفرنقاني اللي لهم كان قيمه. كانت سندويشه الفلافل حقها 3 فرنقات يا 4 ليره. اذا اخذنا ليره عنا عيد كبير يعني عنا. كنا ناخذ ربع ليره، نص ليره. حسب كنا ناخذ مثلا ليره، ليرتين، 5 ليرات، يعطينا الليره الورا والنص ليره والربع ليره والفرنك. يعني يا ريت ترجع لك اليوم، كنا نلحق بدور السنفور والسينما هي مثل التلفزيون ونلحق اللعبه. يعني يا ريت ترجع لك اليوم. كنا نفرح كثير فيها العيديه، جد ننبسط، كانت البركه اكثر. رغم هيك في خير في بركه الحمد لله. كان جدي الله يرحمه أعطاني وقتها 50,000، وبابا أعطاني 75 وقتها. وكنت روح مع رفقاتي أولاد خالتي، روحنا على المول ونلعب ونتسلى وناكل ونرجع البيت. روح مع فراتي بشتري لعبة، بشتري لأخي سكاكير. بدك تعطي 50,000 وطالع ما بيرضوه 50، يعني اذا بدك تعطيني 500 ما بيرضوها. لازم هلا قد ايه؟ 100,000، 200,000، 500,000، حسب شو نسبة القرابة بينك وبين الشخص. باعتبار هلا انا صرت اب وعندي اولاد اخ، اولاد اخت، فعم وخال واب، بتعرفي بقى. وبيجيك ايام اولاد الجيران، على عمه مع العيدية، بتعرفي اليوم كله لهدول. بس ليجوا لعندي بيعايدوا علي، هن طالعين بيعطوني مصاري بيعايدوني. بالعاده بيعطوني قد ما بدهم، يعني مثلا 10 اي شيء، يعني اقارب يعني بيعطوني. بصرف يعني بروح انا ورفقاتي بالعيد بنعيد، وانا وامي بنروح عند قرايبنا بنروح بنعيد عليهم. 5,000 عام انتم خير.